فيديو للدواعش يعدمون سوريين بزعم أنهم جواسيس. فيديو لداعش يظهر فيه متجاهد بريطاني وطفل بريطاني يبلغ 5 سنوات أثناء تنفيذ حكم الإعدام. مدة الفيديو 11 دقيقة. يقوم فيه الدواعش بإعدام 5 سوريين بتهمة التجسس لصالح المخابرات البريطانية. تم إعدام 5 رميا بالرصاص من خلف الرأس من قبل دواعش ملثمين. يبدأ الفيديو بالسوريين 5 يدلون باعترافاتهم فحواها أنهم رصدوا الدولة الإسلامية من خلال كاميرات مراقبة مخفية، لكنهم لا يأتون على ذكر المملكة المتحدة. أحد السوريين يقول أنه تفاجأ لدى مشاهدة أحد الفيديوهات التي صورها على شاشة بي بي سي وتلفزيون أورينت، ومن ثم يهدد المتجاهد من أصول بريطانية رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مهددا باحتلال لندن. وينتهي الفيديو بولد بريطاني عمره 5 سنوات يرتدي بزة عسكرية ويهدد بقتل الكفار. And we will continue to wage jihad, break borders, and one day invade your land where we will rule by the Sharia. Come go kill the kuffar right over there.